السلام لكم في تأمل آخر جديد بنعمة الرب. والقراءة لهذا اليوم هي مأخوذة من سفر زكريا الأصحاح الأول والآية رقم 17 التي تخبرنا كالتالي: نادي أيضا وقل هكذا قال رب الجنود، إن مدني تفيض بعد خيرا، والرب يعزي صهيون بعد ويختار بعد أورشليم. هذه الآية عانت لي الكثير، وكل شخص مر في هذا الأمر. هل الله سوف يقبل شخص تائب؟ هذا الأمر أسمعه من الكثير، هل الله سوف يقبلني إن عدت إليه؟ هذا الأمر أيضا كان في مخيلة الابن الضال عندما قال في لوقا الأصحاح 15: إن أبي لم يقبلني كابن له سوف أرجع له كعبد. وقال لأبيه عندما رجع إلى بيته: يا أبت، أخطأت إلى السماء قدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. ولكن الأب قاطعه في آخر جملة وقال لعبيده، ملمحا لابنه بأنه سوف يبقى ابنا والعبيد سوف تبقى عبيدا، وقال لعبيده: ائتوا بالحلة الأولى أي بالثياب له، وضعوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، واذبحوا العجل المسمن، لأن ابني هذا ليس الذي كان ابني، بل ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فهو ابن وسوف يبقى ابنا. لكن الابن ربما يكون ميتا ويعيش، ربما يكون ضالا فيوجد، لكنه يبقى ابنا. الابن هو ابنا ولكن كان ميتا وعاش. هذا هو الذي يريده الله أن يخبر كل شخص: مكانتك سوف تبقى كما هي، إن رجعت إلى الله لن تخسر أي شيء. هنا الله قال سوف يختار بعد أورشليم، أورشليم لن ترفض، أي بمعنى آخر شعب الله الآن لن يرفض من الله، المؤمنين بالرب يسوع المسيح لن يرفضوا من الآب إلى الأبد. وهذا ما قاله أيضا الرسول بولس مؤكدا هذه الكلمات عندما قال: لأن هبات ودعوات الله هي بلا ندامة، أي عندما الله يهبك شيء من أجل الخدمة فلن يندم على هذا الشيء، وعندما يدعوك من أجل خدمة معينة أو من أجل شخص أو من أجل شيء ما معين، فهذا الأمر لن يجعل الله يندم على أنه دعاك حتى إن كنت بعدت أو ابتعدت عنه، كما فعل أيضا الابن الضال. وهذه الرسالة لكل شخص، إن كنت تعرف أن هناك شخصا ما يحتاجها فرجاء شاركها معه أو اعمل له تاج في التعليقات في الأسفل الفيديو هنا. والرب يكون معكم جميعا. إلى اللقاء. سلام المسيح يغمركم. آمين.